لما هي حقيقة ناجحة لهذه الوجوه طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ذي بدء، أتوجه بالشكر الجزيل للسيد المدير المؤسسة على الخدمة التي يبديها لهذه المؤسسة، ولشرف كبير أنني استدعيت لحضور هذا التكريم الذي هو تكريم الأستاذة جميلة السلمي التي هي صديقتي وزميلتي في أيام الدراسة وجارتي في الحي. وهذه السيدة وما عجز لساني عن وصف الأخلاق ديالها والطيبوبة ديالها والكرم ديالها، إنها تستحق التكريم والتكريم والتكريم. وكذلك أهنئ الأستاذ الذي هو معها، أهنئهم بهذا التكريم، وأتمنى لهم الصحة والسلامة، وأتمنى لهم إن شاء الله حجة إن شاء الله من بعد هذا الإحالة على هذا التقاعد، وشكرا للجميع. حقا هو شعور كبير ما توصلش. احنا من بين الإخوان ديالي وأصدقاء ديال المهنة، و يعني صعوبة ما توصلش، يعني كي بحال راك تيوصل واحد البستان فيه انواع الزهور وباسيتين وكتفوح منها واحد الرائحه زكيه، وما يمكنلكش توصف هذا الشعور الكبير. اولا شكرا للجميع، شكرا للحضور، لاصدقائي وزملائي واخواتي. هو شعور ممزوج بالفرح وفي نفس الوقت بالحزن. فرح لانه ان تجد من يحتفي بك ويكرمك، هذا شيء لا يوصف. والحزن هو أنني سأفترق بمؤسسة عملت فيها إلى جانب أصدقائي وصديقاتي، كنا أسرة واحدة، نتألم لنفس الألام ونفرح لنفس الفرح. لا، ليس دائما في آخر مساره المعمل. نحن نحتفل ببعضنا البعض في كل لحظة، عندما نجتمع ونتكلم عن أطفالنا أو تلامذتنا أنه بلغوا واحد المستوى من المعرفة، أنني نجحت نوصل لهم واحد المعلومة ومن خلالي أنا تكون عندهم كفايات، هذا يوميا هو احتفال لنا. بالعكس، نحن يوميا نحتفل ببعضنا البعض. شعور جميل، شعور جميل أني أنهي مساري المهني من هذه المؤسسة العريقة التي دائما يزورنا قدماء تلاميذها، وهم من خيرة أطر هذه المدينة أو خارج المدينة أو خارج الوطن. المؤسسة ذهبت على تكريم الأطر المحالة للتقاعد هذه سنوات. هذه السنة المؤسسة تتعرف إحالة للتقاعد لإطارين، أستاذة وأستاذ، أستاذة جميلة سلمي والأستاذ حسن غردي، اللي قضاو أكثر من 40 سنة ديال العمل والعطاء، وتبارك الله يعني مشوار كبير وطويل في المهنة ديال الشاقة ديال التدريس. ولهذا كان يعني الأطر ديال المؤسسة كاملين يعني المجتمعين والإدارة والدعم ديال الجمعية ديال رفاق الخير للتنمية الشاملة اللي كتقف معنا دائما في هذه المحطات، استطعنا يعني نديروا واحد الحفل بسيط، حفل شاي على شرف هاد الأستاذة والأستاذ، اعترافا لهم بما أسدوا من خدمات، وهذا أقل ما يمكن يعني نقوم به. وللإشارة فقط، الأستاذ يعني هذا الحفل هذا بمساهمة ديال الأساتذة ماديا ومعنويا، وهذا أطره كاملين والجمعية ديال التنمية ديال رفاق الخير للتنمية الشاملة ساهمت كذلك ماديا ومعنويا. واللي جميل هو أن الأستاذة أبت إلى أن تساهم، لأن الأستاذ سيحال على التقاعد، والأستاذ كذلك ساهم لأن الأستاذ غادي تحال على التقاعد. يعني واحد تضامن، واحد يعني مفرح، وهذا هو اللي هذه اللمه هذه اللي نجحت الحمد لله بالوجوه الكريمه اللي حاضره، يعني كتريحنا. ولو ان هي كنلقاو في نهايه المطاف الاساتذه بيناتهم، وهذا كنا يعني كالعاده، هذا هو. ولكن على 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 كل حال
هذاك الاسيد كيستحقوا الاكثر اكثر. هذا يعني بغينا نقدموا اكثر، ولكن مسائل بسيطه اللي استطعناها، ونتمنوا ان تحظى بالقبول ديال الحضور والضيوف ديالهم، ونتمنوا بان تستمر هذه العمليه بالنسبه للاخوان اللي غادي يتحالوا على التقاعد المستقبلي ان شاء الله.